لقاء تواصلي مهم حيت يمكن لنا نطرقوا للقضيه ديال التحكيم، ما نقولش مشكله نقول القضيه ديال التحكيم. التحكيم اساسي وركيزه مهمه في اللعبه لعبه كره القدم، ولهذا مهم باش الانديه يفهموا شنو هما المشاكل وشنو هما المشاريع باش نحسنوا التحكيم في المغرب اللي تقدم لنا لا كوميسيون داربيتراج. في نفس الوقت غيمكن لا كوميسيون داربيتراج والحكام يسمعوا ما هي وجهة نظر وشنو هما المشاكل اللي كيعرفوها الأندية. ولهذا الكرة ما يمكنلاش تقدم في المغرب بلا التحكيم، والتحكيم ما يمكنلوش يتقدم بلا ما تقدم الكرة القدم. دونك هاد جوج النقاط يعني متقاربين وغيمشيو اليد في اليد، وانا اكيد بان بحال هاد المبادرات ما يمكن لها غير تحسن الجو العام وتمكن لها تحسنها باش نمشيو في احسن باحسن في كرة القدم في المغرب. احنا ماشي ضد النقد، خص النقد يكون بناء وكيحترم الضوابط. حنا اللي ما يمكنناش نتقبلو هو ملي غنوليو في القذف وفي الشتم، وملي كنوليو في لي زانسولت، هذاك الشيء ما كيكونش يعني غير مقبول، وغنوقفوا يعني ضد اي شخص اللي غيتعدى لا على الفريق لا على يعني المسيرين الحاليين ولا المسيرين القدماء لا على الطاقم التقني. ولهذا غنكونوا يعني صارمين وغنديروا جميع ما كتخولنا يعني القانون ما اللي غيمكن لنا نديروه غنديروه باش ندافعوا على سمعة ديال الرجاء والسمعة ديال المسيرين القدماء والمسيرين اللي هما الان واخدين على عاتقهم تسير النادي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.